على الجماعير. انا ما رحت عن بالي والله العظيم، انا صراحه رحت عن بالي. ماكو هيك جو يعني، انا جد طالع سفران ماكو. قاعد السياره. شنو؟ سياره؟ سياره هذول كيف ما تتكلم؟ طبعا اليوم احنا طلاب جامعة البصرة كافة بالكليات الحكومية والأهلية والمعاهد، طلعنا نظمنا مسيرة رافضة لترشيح رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، اللي هو اجى من تنصيب الكتل السياسية دون الرجوع إلى رأي الشعب وإرادة الشعب. يعني هذا تعبنا اللي 4 أشهر صار لنا وعارفين دراستنا وتعبنا وطينا دم وحتى رجلينا تكسرت على مشي شخص رئيس وزراء هو مستقل. اللي صار البارحة مو يم المستقل ولا يم إرادة الشعب. فالبارحة يعني صار شيء مؤسف يعني بحق الشعب يعني. فهذا الشيء احنا اليوم المسيره سويناها بهذا الخصوص، رد اعتبار الشعب والمسيره رافضه والاعتصامات مستمره الحين تحقيق مطالب الشعب كافه من تاريخ 1/10 لليوم ومستمرين، يعني الثوره مستمره ان شاء الله وراح تتطور اكثر واكثر اذا ما تحققت مطالبنا. فهذا اللي طلعنا به وما عندنا غيره. ادي رساله للسياسيين انه يحترمون الشعب ويحترمون رات الشعب، لان الشعب هو مصدر السلطات. الشعب هو انتخبهم، هم ممثلين الشعب، موظفين عند الشعب. فلازم يسمعون صوت الشعب، هاي رسالتي لهم وبلا تسويفهم وما طلع، لان هذا ما يفيد ويانا، نفسنا طويل، اعطينا شهداء 600 شهيد، 21 الف جريح، مو حتى يجيني واحد من الطبقه السياسيه اللي مثلتني 16 سنه بالفساد وبالفشل، هذا مو طلعت لانا، طلعت النظام ديمقراطي يمثل الشعب، يرفض التدخلات الخارجيه، يفرض سياده الدوله، اريد دوله قويه، من حقي انا كمواطن عراقي اعيش مثل دول العالم، ابسط شيء الحياه الكريمه ما عندي، ابسط شيء حقوق يعني كمواطن بسيط ما عندي، دولة ما موفرت لي شيء. يعني 16 سنة من الفشل جايتها بمحمد كريم علاوي، لا مو هذا طلعت لانا. طلعت رئيس وزراء مستقل يمثل إرادة الشعب فقط. هاي رسالتي لكل السياسيين واحترموا الشعب لأن الشعب نفسه طويل. مسيرتنا اليوم هي الرفض اللي كلف محمد توفيق علاوي مكلف برئاسة الوزراء الجديد، لأنه أول شيء جاء رغم عن الشعب مو برضا الشعب، الساحات رفضته، إحنا الطلاب رفضنا، إجا بطريقة غصب عنا بعد ما فرضوا التيار الصدر فرضوا رأيهم نزلوا عدد من مؤيديهم للساحات، شبه مو سيطروا عليها إنما أخذوا جزء كبير من عندها حتى ما ينزل رفض مباشر إليه، خصوصا بناخذوا المطعم التركي. احنا اليوم طلعنا كمسيرة طلابية لطلاب البصرة حتى نرفض ترشيحه، ومتمسكين ان احنا نريد رئيس وزراء مستقل ما منتمي للعملية السياسية، مو يجيبون لنا رئيس وزراء كان وزير سابق وعليه صفقات فساد وعليه امر ابقاء قبل. يعني وين جبنا وين صرنا؟ خلينا على عادل عبد المهدي.
اليوم طبعا كل الفخر والاعتزاز بشبابنا الثائر اللي خرج بهاي الثوره من معتصمين ومن متظاهرين ومن طلاب كليات طلاب اعداديات. احنا اليوم طلعنا حتى نثبت للعالم انه احنا رافضين مرشح الاحزاب والفساد. هو كان موجود بالحكومات السابقه، كان يمثل، كان وزير اتصالات حتى لو كان مستقيل، هو جزء من الفساد كان موجود، ولحد الان هو كان مرشح احزاب، اذا هو غير مستقل. من اول ايام حط المتظاهرين حطوا شروط لرئيس الوزراء الجديد، وهو انه يكون مستقل، وهم كلهم ضربوا مثل ما اقول الشروط المتظاهرين والشعب واراده الشعب عرض الحائط، وراحوا خلوا واحد حزبي حتى يمثل سلطتهم ويمثل ارادتهم. احنا ما نريد هذا الشخص، احنا نريد انسان مستقل حتى يخدم الشعب العراقي ويقود الانتخابات مبكرا. مطلبنا الثاني والاهم هو انتخابات، تحديد وقت انتخابات مبكره. اذا ما صار هالمطالب راح احنا يعني كمعتصمين راح نستمر بالاعتصام وراح نستمر بالاضراب عن الدوام الى ان تحقق المطالب. صار لنا 4 أشهر مضربين عن الدوام، وهذا الشيء وحده ممكن انه يوقف عجله الدوله كلها ويكسرها. فيفضل من الحكومه انه ترضخ للشعب، هي خادمه للشعب، هي تمثل راي الشعب، المفروض تخدمنا مو تضرنا، وحاليا هي قاعده تضرنا. كخطوات تصعيديه راح نبدا مرات يعني الاعتصام حاليا، يعني شبه انتهى اذا تحددت وقت، اذا تحدد وقت الانتخابات المبكره. اما اذا ما تحدد وقت الانتخابات المبكره وكان الرئيس بقى نفسه، لا راح نستمر الاضراب بالدوام، وراح يستمر وراح نستمر بالتصعيد مثل ما الناصريه صعدت، نستمر بالمظاهرات ونستمر بالاعتصام. هذا مو مطلب من عندنا، هذا امر من الشعب على الحكومة على القادة السياسيين، ولازم يتنفذون. هم خدم عدنا وإحنا عرفنا هذا الشيء حاليا، وصار لازم ينفذون. إذا ما ينفذون نستمر ضدهم لحد ما ينفذون.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة يا عراق. اليوم خرج المسير الطلابي بتاريخ 2020/22 رفضاً، الرفض القاطع للمكلف محمد توفيق علاوي التي جاء من قبل الأحزاب ورموز بالعراق اللي وافقت عليه بدون إرادة الشعب. الرفض من قبل الشعب بجميع ساعات العز والشرف، رافضين رفضا قاطع، لأن إنه إنسان غير مستقل. أولا إنسان مشارك بالعملية السياسية، خرجت الطلاب لهذا اليوم تنوه وتبين إنه هذا مرشح من غير إرادتنا ومن غير إرادة الشعب، وإن شاء الله مستمرين برفض هاي الشخصيات. ونقلهم شيء واحد للي نصبوه واللي خلوه لا تستوحشوا طريق الحق لقلة السالكين، إن شاء الله الشعب ينتصر، إرادة الشعب موجودة، الشعب ما يخضع لهيك مرشح. نظل وننوه، نريد مرشح مستقل غير جدلي، قانون انتخابات فردي، وإرضاء حق الجميع إن شاء الله، ورافضين رفضاً باتاً، وهذا ما يمثلنا المرشح. إن شاء الله لدينا خطوات تصعيدية سلمية راح تشهدها المحافظات الثائرة بالعراق. تبقى الإرادة بيد الشعب، ولا تستطيعون الحكم على الشعب، كلا للظلم، نحن في وجوهكم ما دام النفس بينا، ما نتراجع. احنا كمسيرة طلابية ما نتراجع، خرجنا مسيرة طلابية رافضة للمرشح لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، كونه لا يشترط او لا ليس ضمن الشروط الذي وضعتها ساحات الاعتصام، كونه لا يوافق ذلك، كونه مجرب سابقا وضمن الكابينة الوزارية سابقا، لذلك لا نرتضيه يكون مرشحا لنا في الحكومة المقبلة. نحن الآن خرجنا مسيرة رافضة طبعا، وعندنا خطوات تصعيدية إن شاء الله بالأيام القادمة. خرجنا اليوم بمسيرة طلابية، مجموعة كليات ومعاهد البصرة رافضين فيها منصب محمد توفيق علاوي، ترشيح المنصب لرئاسة الوزراء، لأنه ينافي ساحات الاعتصام والمتظاهرين، وسنستمر بالاعتصامات والتظاهرات واعتصامات السلمي. صور الشيخ، صور منا، صور.
المسيرة الطلابية هدفها تحقيق مطالب سواء شعبية أو سواء طلابية. الشعبية اللي هي يعني أول مطلب اللي هو نريد وطن، هاي أول شيء. ثاني سبب نريد تحقيق مطالب من ماء، كهرباء، وظيفة، وكل حالاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جامعة البصرة وطلاب جامعة البصرة يخرجون بمظاهرة منددة بمسيرة حاشدة من تقاطع التايم سكوير إلى ساحات التظاهر، بمسيرة منددة بالرفض لمرشح باختيار رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، رافضين إليه. وأتى محمد أتى عن طريق كتل سياسية لا دخل للشعب فيها وفي تنصيبه. فهاي الجموع الطلابية الحاشدة ثورة القميص الأبيض خرجت من أجل أن ترتقي بالواقع وأن ينصب رئيس وزراء غير جدلي، ولكن نأسف من الكتل السياسية التي أتت بمحمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء. فالساحات رافضة لمحمد توفيق علاوي، رافضة لسبب أنه كان وزيرا للاتصالات في دورتين والدورة الأخرى استقال، لكن رافضة لأنه لا ينطبق للمواصفات اللي طرحها الشعب العراقي والطلاب جميعا. في عدم استجابة وتنصيب محمد توفيق علاوي تبقى الثورة سلمية لا تنحرف عن مسارها، تبقى سلمية إلى النهاية، وإن شاء الله سلمية إلى آخر رمق من رمق الثورة. طلاب جامعات البصرة شباب وبنات خرجوا بأعداد كبيرة جدا الآن إلى ساحات التظاهر بمسيرات كبيرة، الجميع يهتف ضد تكليف رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي باعتباره ما كان مرشح للمتظاهرين، ويطالبون دائما الجهات السياسية والأطراف السياسية إلى ترشيح رئيس للوزراء يكون مستوفي للشروط اللي قدمها المتظاهرين، يكون مستقل غير منتمي إلى الأحزاب، ما كان مستلم سابقا منصب أو كان برلماني. بالتالي هذه المواصفات وهذه الشروط أرادها المتظاهرين لرئيس الوزراء الجديد. لمن يتم ترشيح شخص آخر خلاف هذه الشروط اللي أرادها المتظاهرين مختلف ساحات التظاهر، هذا معناها نوعا ما استخفاف بمطالب المتظاهرين. لذلك العراقيين بمختلف المحافظات من ضمنها محافظات البصرة وخصوصا طلاب الجامعات أكدوا على هذا المبدأ ورفضوا ترشيح رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي بصوت واحد وبهتاف واحد وطني، ومن دون أي تكليف من أحد ومن دون أي توجيه، بمجرد هو مبادرة من كل الشباب، وعي وطني، وعي ذاتي، إجوا حتى يرفضون هذا الشخص لكي يكون هناك مستقبل للعراق. بالتالي المتظاهرين جادين بمطالبهم، والمتظاهرين يريدون أن يصلوا إلى العراق إلى بر الأمان. أما إذا أرادت الحكومة الاستخفاف بمطالب المتظاهرين بالتأكيد راح تكون هناك خطوات تصعيدية سلمية. وأكد على مسألة السلمية، البعض يحاول أنه يوصل صورة بأن المتظاهرين يدعون إلى العنف أو يطالبون بالعنف، ولكن المتظاهرين بدأوا تظاهراتهم بشكل سلمي ولا زالوا مستمرين بالسلمية، وأي خطوات تصعيدية أخرى هي راح تكون خطوات سلمية للمطالبة بالحقوق وللتأكيد بالمطالب.